هناك في دمج كمان، في دمج هنا رشيد، دمج رشيد ده يا اما انت تستخدمه عبر معارك المهنيه انه يساعدك كمساعد طيار زي ما قلت لحضرتك وليس طيار، او ان انا كوسيله اعلام اخد التكنولوجيا دي ادخلها جوه غرفه اخباري عبر معاييري انا، بمعنى انا لو عندي ارشيف هغذي بيه الارشيف، فلما اكتب موضوع عن الدكتوره دريه هيطلع لي صورها كلها وبرنامجها واللي اشتغلوا معاها واطلالاتها كلها وبرامجها، وبالتالي اضمن انه الناتج سيكون صحيحا. بالظبط بالظبط، لان انا غذيت الآلة دي او غذيت الروبوت ده او غذيت العقل الصناعي ده بمعلومات منضبطة عن الدكتورة درية، فبالتالي لما تجلب هذه المعلومات هتكون معلومات منضبطة لان انا اللي عاملها مش اي حد تاني. عشان كده كل الميديا الكبيرة وكل وكالات الانباء الكبيرة زي الاي بي بيحاولوا يجلبوا التكنولوجيا دي جوه غرفهم، جلبوها بشكل من الاشكال السنين اللي فاتت واستخدموها في الرياضه والانتخابات زي ما بتعمل سي ان ان كده حضرتك. لكن دلوقتي الموضوع بتاع الذكاء الاصطناعي التوليدي هم بيحاولوا يدمجوه في غرفهم بس حسب ما هم شايفين، لانه كمان في مسائل متعلقه بالملكيه الفكريه. أيوه. الداتا دي بتاعت مين؟ ايوه انت جايب حاجه من على الانترنت ومش من حقي ان انا استخدمها، مش من حقك انك تستخدمها. صحيح. يعني سكارليت جوهانسون اللي هي بطله مارفل لسه مقضيه، مش حد خد شخصيتها شكلها في فيلمها، فيلم من افلامها، وخلاها شخصيه افتراضيه قادت هذا هذه الشركه او هذا التطبيق اللي استخدم. فبالتالي كمان الاستخدام الواسع وال في اللحظه الحاليه بيستدعي مخاطر كثيره، والناس بتلاحظ لان في مساءله متعلقه من اول الاخلاق للمهنه حتى المساءله القانونيه. فبالتالي لا، المساله دي محتاجه تنظيم، عشان كده العالم كله دلوقتي بيحاول ينبري لهذه المساله. الاوروبيين شاطرين في الحته دي جدا ولحقوا، مثلا لما بدات موجه الذكاء الصناعي التوليدي لحقوها وعاملين حاجات عشان تحمي خصوصيه وبيانات مستخدميهم، لانه في مشاكل كمان. الروبوت ده كمان احيانا بيخترق الخصوصيه وكمان ممكن كمان يسرب بياناتك، يعني في ناس ممكن تتقاسم معاه البيانات. يعني في حضرتك نموذج لذكاء اصطناعي اسمه ريبليكا، يعني نسخه طبق الاصل. ريبليكا ده انت بتعمل شخصيه افتراضيه تبقى كانه صديق او صديقه، افتراضي طبعا. ايوه. انت بتدي له كل اسرارك وحاجتك وكلامك عشان يبقى صديقك. فبالتالي تخيل ان انت بتدي كل الداتا بتاعتك وكل بياناتك الشخصيه للتطبيق، يعني اتحتها للجميع.